ماؤها كان عذبا رقراق، تهب الناس خيرا وتمنح الدنيا أبناء مبدعين، علماء وأبطال وشعراء ومثقفين. فنالت من حكامها جزاء فقرا وإهمالا على مر السنين. استيقظت من نومها ذات صباح لتروي للملأ حكاية بطل. في بطولة العالم للأعوام 66 و72 والمركز الرابع للأعوام 70 و71. وفي عام 1966 وفي بطولة العالم في ألمانيا رفضت الجنسية الأمريكية عندما عرض عليه بن وايدر ذلك، وقبلها النمساوي أرنولد شفازنجر ليصبح نجما عالميا وحاكما لولاية كاليفورنيا فيما بعد. أول لقائي البطل العالمي والممثل أرلون سنة 1966 في ألمانيا الشرقية، وكان الأول بوب جايدر من الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني عبد الحميد الجندي من مصر العربية، والثالث أني، والرابع بطلس، والخامس أرلون. وفي عام 67 في فرنسا عرضت عليه ثرية فرنسية الزواج والجنسية الفرنسية، فأبى وظل متمسكا بعراقيته حاملا لواء بلاده في المحافل الرياضية العربية والآسيوية والعالمية، فكان بطل آسيا والعرب من أول إلى منتصف السبعينات، وبطل العراق 10 سنوات ابتداء من 1965. وبعد عمر حافل بالانتصارات والبطولات اعتزل الرياضة ليكابد أعباء الحياة، مكونة من 19 فردا، فيعمل سائقا لسيارة أجرة ثم سائقا لناقلة نفط بين العراق والأردن، قاطعا آلاف الكيلومترات ذهابا وإيابا في طريق صحراوي شاق، ولسان حاله يردد قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ويصر الشقاء أن يكون رفيقا لدربه، فتصاب إحدى بناته بمرض عضال لازمها أكثر من 10 سنوات، دفعه إلى طرق الأبواب بحثا عن يد العون التي يمكن أن تساعده في إنقاذ حياتها، ولكن بلا جدوى، فتودع الحياة لتترك جرحا عميقا في قلب والدها المفجوع. بعد احتلال العراق زار أرلوند القوات الأمريكية في العراق، ومن خلال وسائل الإعلام سمعت أنه أرلوند تكفل بعلاج بنتي اللي مصابة باللوكيميا، وفي نفس الوقت العربية ذاعت بالأخبار أنه أرلوند يتكفل بعلاج ابنة البطل العالمي على الجيار. وللأسف الشديد يعني كانت المسألة مسألة يعني متاجرة باسم علي الجيار أو مأساة علي الجيار للأسف الشديد. مع الأسف خسرت أعز الناس لي، رغم أنهم ما شاء الله 19 ولد بنية، خسرت بنتي نتيجة المرض اللي
عانت منه هو السرطان لوكيميا بالدم، وسببت لي بصراحة يعني صدمة كبيرة جدا يعني، بالإضافة للظرف اللي عشت برا وفاتها، انه بعد ما طلعت تقاعد كان راتب التقاعدي ما يكفي العائلة، مو ما يكفي يعني ما يكفي مال اسبوع واحد يعني، فاضطريت انا اشتغل سائق تاكسي. وفعلا يعني من اشتغل التاكسي همين عانيت كثير، من ليش اكثر الركاب اللي يصعدون وياي من يباوع علي يسالني انت على القيار يتالم للوضعية، بعضهم حتى من يبكي، بعضهم من عامله مثلا كذا مبلغ عرفت شلون، فمن ينطين الكروه ما تبقى ما ياخذه يعوف السياره ويفك الباب وينهزم. اخيرا بالاخير عرفت شلون اضطريت اشتغل سايق تريله، يعني كنا نحمل من بيجي الى العقبه 5 ايام باستمرار مشي ديال مع نهار عرفت شلون. فكل هاي المسائل عرفت شلون سببت لي معاناة كثيرة بالإضافة لبنتي، وهي معاناة التعب. تراكمات هائلة لشقاء السنين، عناء الحياة وفقد الأحبة وإهمال المسؤولين، تركت آثارا عميقة في نفس وقلب علي الجيار، فانتكس القلب الذي ينبض بحب الوطن، وأصيب بأزمة قلبية تسببت في انسداد 3 شرايين أوجب تداخلا جراحيا سريعا. تم تشخيصه أنه عنده انسداد في 4 شرايين قلبية. طبعا تركه في الوضع هذا سيؤدي إلى خطورة على حياته، لأنه كمية الدم الواصلة إلى القلب كانت غير كافية، ولذلك يجب تطعيم الشرايين التاجية على أساس أنه نزيد كمية الدم الواصلة إلى القلب. فأطلق هو ومحبيه نداء استغاثة لكل المسؤولين في الدولة من أجل إنقاذ هذا القلب الذي ينبض بحب الوطن وحب أبنائه، لكنها ذهبت أدراج الرياح. وللأسف الشديد يعني بالنسبة للدولة من أعضاء البرلمان إلى السيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لم أحد يمد يد المساعدة لعلي القيار، علي القيار الذي مثل العراق بالمحافل الدولية. ولكن للأسف الشديد يعني رغم أنه وسائل الإعلام كلها تابعت هذا الموضوع، فتناخت له إحدى شركات الهاتف النقال. ماذا توصي بها؟ أوصي إذا رجعنا بالسلامة عائدين إلى الوطن فهذا شيء آخر، وإذا فارقت الحياة فأريد جنازتي أن تفرها في كل شوارع بغداد قبل الذهاب إلى المصلى، من شارع أبي النواس إلى شارع أبتي إلى القصافة إلى الكرخ إلى الفضل إلى مدينة الصدر إلى سلمان باك، هذا اللي أريده. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وعلى الله. سندباد بلا شراع، سندباد بلا شراع، بلا سفينة، حامل الغربة وحنان الناس كلها بطرف عينه،
حامل الغربة وحنان الناس كلها بطرف عين أظل يا فلان بغرور تشلي قلبك والثلج من فرط طينة ليش وقت تبقى تحمى على الثلج ليش وقت نبقى نتحمى على الثلج واحنا من كانت محبتنا جهنم ما دفينا وهذا حب ولا تلومون على حبي وانا حر بالعشق كل من ودينا ولف مرة القطعوني وعلقوا راسي على باب المدينة ألف مرة القطعوني وعلقوا راسي على باب المدينة وخضرت كل قطرة من دم مناضل بيرق الثورة بيمين راحت الدنيا بهلها سندباد بلا شراع بلا شباب بلا سفين. شعبنا شعبنا